انت طالب. انت طالب. هذا الفيديو اختصر واقع الحال لبعض حالات الطلاق في البلاد حتى وصل الأمر إلى الاحتفال بمراسيم أبغض الحلال لتظهر بصورة تخالف الأعراف والتقاليد في المجتمع، قضية نسلط الضوء عليها وخاصة في ظل التلاعب في موضوع الزواج والطلاق تحت شعار زواج المصلحة. زواج المصالح موجود بالفعل، كان قبل لا يصدر قانون تنظيم التحليل الخاص بالزواج كان عندنا هذا الموضوع يعني بظاهرة كبيرة جدا، أنه يتم استغلال البنات من قبل الولي الطبيعي وهو الأب أو الشقيق أو من يعني رتب للقانون بموجب ولايته أنه يزوج ويطلق بمقابل مادي، مثل الشخص الذي يتزوج من أجنبية ما يستحق قرض الزواج، فيقوم يقدم على أنه يتزوج من كويتية دون عن طريق وليها دون علمها للحصول على 6000 قرض الزواج، يعطي له نصيب حق هذا الولي مبلغ معين 500000 دينار مقابل أنه يحصل على الباقي. مستمرين في التلاعب في موضوع الزواج، ما زال يتم عقد الصفقات في موضوع القروض الإسكانية، تقديم طلبات الإسكان، الحصول على بدل الأجار، وكذلك في بعض الحالات أن يتم الاستعانة فيها والتطليق حتى تستفيد المرأة من موضوع الرعاية السكنية وكذلك من موضوع نسميها المساعدة المالية الشهرية اللي تقدمها وزارة الشؤون. أما بالنسبة للسيدات اللي تقدم بعمل الحفلات بعد الطلاق، أعتقد الجزء منهم يبالغ، لأن لا أعتقد أن يعني بالطلاق وهو بقفل الحلال عند الله أن يعني يتم الاحتفال فيه بهذه الطريقة، لكن بعض السيدات أجد أن في شعورها بالسعادة يعني هذا يعتبر جزء كبير بسبب المعيشة السيئة التي كانت تعيشها. أكثر من 7000 حالة طلاق في الكويت خلال العام 2016، على أن آخر إحصائية صادرة من وزارة العدل عبر إدارة التوثيقات الشرعية أكدت أن الزواج قد تراجع في بداية العام الحالي، ليزداد الطلاق ويصل إجمالي عدد حالات الزواج خلال شهري يناير وفبراير حوالي 2000 حالة زواج، وهي نسبة أقل من العام الماضي، يقابلها 1193 حالة طلاق، أي أن الطلاق لا يزال يتصاعد بسبب عدة عوامل أبرزها زواج المصلحة. السبب الحقيقي عدم فهم مفهوم الزواج بالصورة الأساسية، يعني الزواج هو عبارة عن تكوين أسرة، الزواج عبارة تحمل المسؤولية، الزواج عبارة عن تغيير نمط الحياة، هذه الأشياء الثلاثة لم تعد من أولويات المتزوج أو المتزوجة، أصبح الشيء يعني عادي، يعني كأنه رايح رحلة أتزوج وبعدين يمكن لما أكمل أطلق، يعني فكرة الطلاق موجودة، يعني في السابق فكرة الطلاق كانت مختفية تماما، أن الطلاق لا يحدث إلا إذا كان هناك سبب رئيسي essential وسبب نقدر نقول عنه يعني خلاص ما في حل ثاني الطلاق، الآن لا لأدفع الأسباب. هذا وتبقى ظاهرة الاحتفال بالطلاق ظاهرة غريبة في مجتمع محافظ. مهما تنوعت واختلفت الأسباب إلا أن النتيجة واحدة، وهي أبغض الحلال عند الله، حتى بات الطلاق أمرا سهلا في زمن المادة. ابتسام رمال، الراي.